بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض موقع اسمه بلانينج ويز. الموقع ده ممكن تبتدي لوحة من الاول خالص فروم سكراتش، او ان انا ابدا اديله ابعاد غرفة وابدا اصممها، او يكون عامل تصميم موجود قبل كده، او اعمل ابلود لفلور بلان يكون مرسوم عندي، او ان انا اشوف تصميمات جاهزة وابدا اكمل عليها. فمثلا لو انا هبدا مثلا بغرفة واديله ابعادها مثلا بالمتر 4 في 5 واقول له ابدا، هيبدا يجيب لي التصميم بتاع الاوضه ديت، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. تمام. تبدا بقى تحط الفرنشر اللي انت عايزه زي ما انت عايز. الفلور تبدا تشوف الفلور شكله ايه اللي انت عايزه. ممكن تقول له الدور ويندوز، تبدا تحط الابواب وشبابيك بالمسافات اللي انت عايزها. تمام. ممكن تبتدي مثلا بان انت تحمل مثلا حاجه زي كده اشكال جاهزة وتعدل اللي انت فيها. تمام. حاجة زي كده تبقى جاهزة وانت تبدأ تعدل لو عندك تعديلات. ممكن تشوفها 3D، ممكن تعمل فيها ووك ثرو. وممكن لو عايز تطبع الشغل دوت او تسيفه زي ما انت عايز، والموقع اونلاين وفري مفيهوش اي مشاكل خالص ان شاء الله.